الضغوطة مأساوية كثير، يعني ما في قصف كان آخر فترة 40-45 يوم قصف خل... يعني 24 ساعة، عرفت علي شلون؟ يعني كان بدنا بس شرطي مرور بالسماء بس لحتى ينسق الأمور ما يفوتوا ببعض، ما بعرف شلون قدرة الله ما فاتوا ببعض. قصف 24 ساعة، يعني البناية مثل ما هي، شيء ثقيل، قصف ثقيل، كلور، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، حسنا نطلع بالأخير، راح لي أخ أنا استشهد أخي. والله عندي ولد كمان من تحت التراب شلته، الحمد لله الله تلطف فينا. السبب اللي خلانا نجي انه ما عاد صفى شيء نقعد فيه، بيوت كلها تدمرت، شيء ما بينوصف، يعني قد ما حكيت لك ما بينوصف. وقت بتشوف انت اشلاء اولاد ونسوان واطفال كلها عم تموت عم قدامك وما قدران تسعفها، ساعتها بتعرف شلون. ما خلوا شيء ما ضربوا علينا، ضلينا بس اما وقت خازلت كل الدنيا اضطرينا نطلع للاسف. ان شاء الله بنرجع، ان شاء الله بنرجع. شو نسوي؟ الحمد لله. اللي ما عاش وضعنا ما حيعرف، قد ما حكينا ما حيعرف. الله لا يدوق على حدا. عندك مرتو عندك صفر وروح لعندك.